بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك فاخرج بيضا
اذهب إلى فرعون إنه طغى وما تلك بيمينك يا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد مننا عليك مرة أخرى يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لأولي النهى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا
إن في ذلك لآية